يعني احنا خلينا نقول خلي يلتحي يخففها ولا يحلقها، هذا لا شك، لكن الأصل تركها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفوا اللحى، أرجوا اللحى، اعفوا اللحى. طيب، الأوامر بتركها، هذا الأصل أنها تترك اللحية. استثنى بعض أهل العلم أنه ما زاد عن القبضة، أن يعمل إنسان قبضة هكذا، قال يزيد على القبضة يجوز قصه، هذا مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة. أما دون القبضة، يعني اللي لحيته ما توصل القبضة، مثل لحيتي أنا ما توصل القبضة، يمكن شعره شعرتين بس، زين، اللي ما توصل القبضة قال لا، هذه لا تمس. لكن مع هذا الذي يأخذ من لحيته أفضل من الذي يحلق لحيته، لا شك في هذا. إيه نعم.